محمد صيام ولد في إحدى قرى القدس عام 1335 للهجرة. بدأ مشواره الفني مع الخط مقلداً ومحاكياً لمصحف الحافظ عثمان وكتابات الخطاط شفيق التي تزين قبة الصخرة المشرفة، ثم تعرف خلال دراسته في المدرسة الرشيدية إلى خطاط فلسطين الأول عبد القادر الشهابي الذي شجعه وقدم له النصح والإرشاد، ثم حثه على متابعة دراسته في مصر، وهذا ما جعله يسافر إلى القاهرة سنة 1356 للهجرة وتتلمذ على يد سيد إبراهيم، فمنحه إجازة في الخط العربي إضافة إلى لقائه بالخطاطين الكبار أمثال نجيب هواويني ومحمد حسني ومحمد علي المكاوي وغيرهم. وضع عدة كراريس لتعليم الخط العربي وكتب كثيراً من اللوحات الفنية في جميع أنواع الخط العربي. توفي سنة 1411 للهجرة ودفن في القدس.